KORI dengan nomor peserta QS526 akan membacakan surah Ali Imran dimulai dari ayat 28 dengan qiraat Imam Abu Amr, riwayat Ad-Duri dan As-Susi. Disilakan. Bersiap-siap Qori'ah dengan nomor peserta QS527. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها
ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد. صدق الله.